ننتقل إلى التفاصيل، وتفصيل من صحيفة الجارديان تحت عنوان الانسحاب من البحر الأحمر يؤكد أن أمريكا تواجه حقبة جديدة. أكدت وكالة رويترز انسحاب السفن الحربية الأمريكية من البحر الأحمر، واعتبرت أن تخلي الولايات المتحدة عن مهمتها هناك لم يكن متوقعاً بالنظر إلى السمعة التي حاولت بناءها على مدى عقود بشأن قوتها البحرية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تغير الموازين ومواجهة زمن مختلف. وذكرت الوكالة الدولية في تقرير أنه في مقياس للحاجة إلى اتخاذ خيارات صعبة، قلصت واشنطن القوات التي احتفظت بها في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023 بعد أن قضت مجموعة حاملة الطائرات USS أيزنهاور شهورا في مواجهة الطائرة بدون طيار والصواريخ التي أطلقها الحوثيون حسب تعبير الوكالة. ويؤكد هذا ما نشره موقع أكسيوس الأمريكي مؤخرا حول خلو البحر الأحمر من السفن الحربية الأمريكية، وهو ما كانت صحيفة تلغراف البريطانية قد أكدته في وقت سابق، وأوضحت أن السفن البريطانية هي الأخرى غادرت المنطقة. وأوضح تقرير رويترز أن مجموعة أيزنهاور في معركة البحر الأحمر استخدمت صواريخ توماهوك الهجومية أكثر مما اشتراه الجيش الأمريكي في عام 2023 بأكمله. ومع ذلك أكد التقرير أن الهجمات اليمنية استمرت ولم تعد السفن الحربية الأمريكية قريبة. وأضافت رويترز أنه بما أن الكثير من السفن التجارية تتجنب الآن البحر الأحمر، فإن فكرة أن القوة البحرية الأبرز في العالم وهي البحرية الأمريكية قد تتخلى إلى حد كبير عن حملتها هناك كانت أمرا لا يمكن تصوره في السابق. وقالت إن حقيقة أن الولايات المتحدة قد فعلت ذلك تشير إلى الشعور بأن الولايات المتحدة تواجه الآن حقبة مختلفة تمام الاختلاف، وتمثل هذه التعليقات شهادة جديدة بنجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض معادلات جديدة أنهت زمن الهيمنة الأمريكية البحرية وأجبرت الولايات المتحدة على تغيير نظرتها بعد الفشل في الحد من العمليات اليمنية المساندة لغزة.